هنعمل ايه دلوقتي يا انا؟ هنعمل ايه يعني يا عبقريب؟ مفيش في ايدينا حاجه نعملها. يعني خلاص يا انا الدميه دي هتتبعنا وتطبخنا في الحله دي وتاكلنا. انا اسفه يا عبقريب، كل اللي احنا فيه ده بسببي. يا ريتني كنت سمعت كلامك وما دخلتش بيت الدميه تشيك عشان اجيب الطياره بتاعتي. مش وقت الكلام ده يا هم، احنا لازم نهرب من هنا بسرعه قبل ما الدميه تطبخنا وتاكلنا. طب ساعديني كده هنا وتعالى نحاول نفك نفسنا. مفيش امل يا عبقري ان احنا نفك نفسنا، الدنيا تشيكي مربطينا كويس قوي. يا رب ساعدنا يا رب. ابدا بمين فيكم الاول علشان اطبخه واكله؟ بيوت انتي يا حلوه يا صغيره ولا بيك انت يا عبقري؟ يا دمية شاكي يا ماما، هي مندي وشكلها ملعب كده ليه؟ انت جرام الشريرة، انت رجعتي هنا انت بتعملي ايه يا دمية شاكي؟ ومين دول؟ دول طفلين صغيرين، انا جبتهم هنا علشان اطبخهم واكلهم. كويس ان انت جيتي علشان نطبخهم وناكلهم سوا. يا نهار اسود، الجدة جلان السلينة كمان؟ دي مين دي كمان يا عبقرينة؟ هو انت تعرفها؟ ايوه يا هانا، دي الجدة جلان السلين، دي ساحرة سلينة قوي، وتبقى ام الدمية تساكي دي. وانت تعرفها منين دي يا عبقرينة؟ جدو حكالي عنها برضه حكايات كتير قوي، وقال لي ان هي سلينة قوي، وياما قتلت ناس كتير قوي وحلقت بيوت كتير. جاهزة يا جدة جراني علشان نذبحهم وناكلهم احنا الاتنين في الحلة. لا، احنا مش هنذبحهم. الحمد لله يا عبقرينة، احنا هنشويهم على النار علشان يبقى طعمهم حلو. يلا هاتيهم وتعالي ورايا على الشواية. يلا انا يا محشي جاهز. ايوه جاهز. وانت يا همسة جاهزة؟ جاهزة، بس انا خايفة قوي. لا ما ينفعش حد منكم يخاف، لان اللي هيخاف منكم هيبوظ الخطة اللي احنا عاملينها علشان ننقذ بيها هنا اختك وعبقرينه من الدمية تشكل ملعونة. انا مش خايف وهعمل اي حاجة عشان انقذ عبقرينه صاحبه وهنا. جدع يلا يا محشي، انت كمان يا همسة لازم ما تخافيش زي محشي كده علشان خطتنا تنجح وننقذ عبقرينه وهنا. حاضر، ربنا يستر بقى. يبقى يلا بينا. يلا بينا. يلا يا تشاكي، هات البت والولد دول وتعال ارميهم هنا في الشواية. خلاص بقت جاهزة، حطيهم هنا علشان ناكلهم مشويين وطعمهم جميل. حاضر يا بنت جيراني. محدش هيقرب من عبقرين ابن ابني طول ما انا عايش. جدة ما تخافيش يا هنا، احنا جنبك وهننقذك، محدش هيقرب لك. همسة اختي حلوة قوي.
كده الضحايا زادوا 2 يا تشاكي. يلا تعالي معايا امسكي الراجل والبت دول علشان ناكلهم هما كمان. خطة ماشية زي ما خططت بالظبط. ركزي معايا يا همسة، ركز معايا يا محشي. أنا وهمسة هندخل بيت الدمية تشاكي ونلبخها ونبعدها عن عبقرين وهنا. هنخليها تجري ورانا أنا وهمسة، وانت تكون مستخبي. اول ما هي تبعد تطلع على طول تفك عبقرينه وهنا وتاخدهم وتهرب برا البيت على طول. طب انت وهمسه هتعملوا ايه؟ هنكون مجهزين الخطه به. هي ايه الخطه به دي؟ كل واحد فينا انا وانت يا همسه هيكون معاه واحده من دي علشان نبخها في عين الدميه تشاكي، نخليها ما عادش تشوف تاني ونعرف نهرب من البيت ده احنا كمان. اتفقنا، يلا بينا. يلا يا همسه جاهزه؟ اجري. عبقرينو، احنا رحنا لجدتك وحكينا له كل حاجه وهو اللي عمل الخطه دي عشان نكن نكسك من التوم يا تشاكي. طب تعالى هنا يا محشي كده بسرعه. حاضر يا هنا. تعالوا نخرج من البيت بسرعة. طب وكتو؟ وهمسة اختي؟ تكتك لاني السليلة وانتم يا تساكي بيكلوا وراهم هيمسكوه. ما تخافش يا لا عبقريني وتبوظ الخطة، جدك مثبت كل حاجة وهيخرج من هنا هو وهمسة. انت متأكد يا لا يا محسي؟ ايوه يا عبقريني، فاسمع الكلام بقى ويلا نخرج من هنا عشان ما تبوظش كل حاجة. حاضر حاضر، يلا بينا. انتي فين؟ هجيبك مش هسيبك، اطلعي يلا. مسكت وشي 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 يا عيني ما عدتش شايف عيني. تبيل من الدمية تسكن من فوق.
احنا قطينا على التومية تساكل ملعون. الله عليك يا كيتو. الحمد لله على سلامتك يا عبقرين انت واصحابك. يلا بينا بسرعة نمشي من المكان ده وهو حد فيكم يفكر يجي هنا تاني. يا دمية شاكي، يا دمية شاكي، انا مش شايفة حاجة. انت رحت فين؟ اخيرا عرفت اشوف. يا دمية شاكي، ايه ده؟ الدمية شاكي، مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده؟ مش هسيبهم، مش هسيب اللي عملوا فيكي كده يا دمية شاكي. انا جاي لك يا دمية شاكي، مش هسيبهم. الدمية شاكي، الدمية شاكي. يا دمية شاكي اصحى، يا دمية شاكي. تشاكي تشاكي بنت حبيبتي، اصحى يا تشاكي ما تموتيش. انا مش هسيبك تموتي، انا هنتقم لك منهم كلهم وقتل اللي عمل فيكي كده، واجيب قلبه احطه مكان قلبك علشان تعيشي تاني. انا هوريهم كلهم. تعالى يا كبت يا بطل، انا مش مصدق كل اللي انت عملته حسان. انت مثل الاعلى يا كبت. وانت حبيبي يا عبقري، شفت بقى اللي ما بيسمعش الكلام بيحصل له ايه؟ غلطة يا كبت واتعلمت منه، بعد كده والله هسمع كلام اللي اكفل مني. بس والنبي ما تعرفش بابا وماما حسان هيموتوني لو عرفوا. ماشي يا سعد عبقري، مش هعرفه. يلا انا هدخل انام انا بقى، وانت كمان ادخل نام. تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا كبت. تعالي. الله يخرب بيتك، انت جت هنا ازاي؟ انت عاوزه مني ايه؟ ابعد عني. وشي اتحرق. بس انا مش هسيبك، انا كده هنتقم منك اكتر. تعالالي. الله يخرب بيت امي، جيت انا مش فايده فيك. انت ما بتموتيش، انا عملت فيك كل حاجه. انت عرفت طريق بيتنا منين؟ وجاي هنا لو عاوزه مني ايه؟ انتوا فاكرين بعد اللي عملتوه في بنتي الدميه تشاكي هتهربوا مني؟ انا هجيبكم واحد واحد وهنتقم منكم، وهبدا بيك انت الاول يا راجل يا عجوز. انا عملت فيك ايه بس يا ولية انت؟ مش عارف انت عملت ايه؟ خلصت على بنت حبيبتي الدميه تشاكي. مش هي اللي كانت عايزه تخلص على الواد عبقرين ابن ابني وتطبخه وتاكله هو واصحابه؟ كنت عاوز انا اعمل ايه يعني؟ هتسيبها تعمل فوق كده؟ انا هدفعكم كلكم تمن اللي انتوا عملتوه في الدميه تشاكي ده. هتعملي فيها يا مجنون انت؟ هخلص عليك وافتح صدرك، اخد قلبك منه واروح احطه مكان قلب تشاكي بنت حبيبتي علشان رجعها للحياه تاني. وبعدين اجيبها واجي انتقم من عبقرين وبقيت عيلته واصحابه كمان. تعالالي يلا. الحقوني، حد يلحقني، كنت اجرانا هتخلص عليا. ايه ده؟ بصوت كده؟ كنت اتلبس الليلة؟ الحقني يا عبقرين، كنت اجرانا هتخلص عليا. حاضر يا كده. انت كويس يا كيتو؟
حصل لك حاجة؟ أنا كويس الحمد لله لا عبقرين. أنت لحقتني في الوقت المناسب. أنا مش عارف أشكرك إزاي. دماغي دماغي. يا نهار أسود، أنت بتصحى يا جد؟ قوم بسرعة نخرج من الوقت ده ونقفل عليها قبل ما تصحى وتخلص علينا. حاضر يا عبقرين حاضر. تعال هنا، رايح فين؟ مش هسيبك، افتح الباب، افتح الباب ده، مش هسيبك، انا هوريك يا راجل يا عجوز، انا هخلص عليك بايدي. ايه ده؟ فين؟ ايه الصوت اللي انا سامعه ده؟ ايه ده؟ فين؟ الدنيا اتشكي دلوقتي ماتت، واللي انتوا حابسينها جوه في الاوضه دي الجده جراني وجاي علشان تنتقم للدنيا اتشكي. ايوه يا ماجد يا اخويا بالظبط كده، كل ده حصل واحنا ما نعرفش حاجه. لا وكل ده حصل بسببك انت يا عبقري الكلب. لو ما كنتش دخلت بيت الدنيا اتشكي دي من الاول ما كانش كل المصايب دي جت لنا. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي في المصيبه اللي جوه دي؟ دي ممكن تكسر الباب وتطلع تخلص علينا كلنا في اي لحظه. بس انتوا مش ملاحظين حاجه؟ هي ما عادش لها صوت خالص، ولا قعدت بتخبط على الباب ولا تكسر فين. الجده جيراني دي خبيثه وشرير، ودي اكيد خطه منها علشان نروح نفتح الباب تقوم تصطادنا كلنا وتخلص علينا واحد ورا التاني. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا بلغت الشرطه وهم زعلانهم على الصوت. اكيد دي الشرطه اصلا. حاضر حاضر. السلام عليكم يا ابو ماجد، جالنا بلاغ من الشقه دي ان انتوا عندكم مجرم خطير. ايوه يا باشا، الجده جيراني الشريره وحابسينها جوه في الاوضه. الجده جيراني الشريره هي رجعت تاني ازاي؟ ده احنا قبضنا عليها وحرقناها لحد دلوقتي 6 مرات، هي ما بتموتش ليه؟ انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا ابو ماجد؟ ايوه يا باشا متاكد. ايه دي كانت عاوزه تخلص عليا وانا اللي قافل عليها بايدي جوه. طب امشي قدامي بسرعه يا حاج، ورينا حبسينها في انهي اوضه. حاضر يا باشا حاضر، تعالى من هنا. هي الاوضه دي يا باشا، وادي مفتاح الاوضه اهو. اللي الجده جيراني تهرب منه. انتوا ساكنين في الدور السادس، يعني مستحيل حاجه زي دي تحصل. والله يا حضره الظابط الجده جيراني الشريره كانت هنا، انت مش مصدقني ليه بس؟ طبعا انت عارف يا حاج ان ده دلوقتي يعتبر بلاغ كذب، وان المفروض المكم كلكم على الاسم واعمل لكم محضر هناك، بس انا عشان عارف ان انتوا ناس محترمين ومش بتوع مشاكل انا مش هعمل كده. كتر خيرك يا حضره الظابط، انا مش عارف اشكرك ازاي. اتفضل. يلا بينا. وقت المسدس. ايه ده؟
هي راحت فين؟ كنت عاوز قلب واحد علشان احطه لتشاك عشان ارجعها للحياة تاني. دلوقتي بقى معايا تلات قلوب جاية لك يا تشاك علشان اصحيك وارجعك للحياة تاني وننتقم. تشاكي ما تقلقيش يا تشاكي، انا خلاص هرجعك للحياة تاني. انا جبتلك بدل القلب تلاتة، ما عادش فاضل غير ان اجيب دكتور علشان يعملك العملية ويشيل قلبك اللي مات ويحطلك قلب من دول. مش هتأخر عليكي، هجيب دكتور واجي على طول. ايه ده، مفيش حد ماشي على الطريق خالص ليه؟ انا هقعد هنا استنى اي دكتور وهو خارج من المستشفى دي علشان اخطفه واخده يعمل العملية لتشاكي وترجع للحياة تاني. ده النهار طلع ولا ايه؟ انا نمت وانا قاعدة. انا لازم اشوف دكتور بسرعة، لازم اشوف دكتور. اوف، بقول لك اوف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت مين وعاوزه مني ايه؟ اوعى تتحرك من مكانك، هخلص عليك. يلا اطلع بسرعه. حاضر حاضر، بس ما تاذينيش والنبي. حاضر. دينا وصلنا اهو. ايه المكان ده وجايباني هنا ليه وعاوزه مني ايه؟ انزل ومش عاوز اسمع صوتك. حاضر حاضر حاضر، نزلت اهو. يلا اعمل العملية لتشاكي بنت علشان تصحى وترجع للحياة تاني. عملية ايه دي بس اللي عملها لها؟ هتشيل قلبها وتحط قلب تاني مكانه. واحنا هنجيب لها قلب تاني دي منين؟ بس كده؟ الشنطة دي فيها تلات قلوب مش قلب واحد. خد يلا حط قلب منهم لتشاكي بنتي. خد. يا نهار اسود، دي فيها قلوب بني ادمين بجد. انت جبت القلوب دي منين؟ كلمة كمان وهاخد قلبك انت كمان. يلا اعمل العملية لتشاكي بنت بسرعة. حاضر حاضر، انا بس عاوز شنطة معدات العمليات بتاعتي من العربية بتاعتي. خليك مكانك ما تتحركش وانا هجيبها لك. ده يلا اعمل العمليه لتشاكي بسرعه. حاضر حاضر، ممكن
ممكن، بس تيجي تشيلها معايا ندخلها جوه مش هعرف اعمل لها العمليه هنا. فين تشاكي بنتي؟ شاكي، شاكي بنتي صحيت تاني. الحمد لله على سلامتك يا بنتي يا حبيبتي، ودلوقتي يلا بينا بقى علشان جوات الانتقام من اللي عملوا فيكي كده. يلا بينا يا جراني. انا جهزت الشنطه يا حاج زي ما انت طلبت. حلو قوي، يلا بينا. فهمنا بس يا بابا احنا رايحين على فين. هنمشي من هنا. الجده جيراني دي طالما عرفت طريق بيتنا يبقى مش هتسيبنا، وهترجع لنا تاني علشان تخلص علينا. صح بابا عنده حق. انا حجزت لنا في فندق بعيد اسبوع كده لحد ما نشوف الدنيا هترسى على ايه ولا ايه اللي هيحصل. ماشي يلا بينا. عاوزين تمشوا كده من غير ما نسلم عليكم؟ مش قلت لكم هرجع لكم تاني.